السلام عليكم طلاب صف أول، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. هيا بنا نتعرف على درس الأسبوع المقبل. الطعام، الطعام، food. صباح الخير، صباح النور. ما اسمك؟ أنا اسمي يوان. في أي مدرسة تدرس؟ أنا في مدرسة جيمس فاوندرز. تحدى نفسك واقرأ هذه الكلمات. Challenge yourself and read these words. فتح، فتح، فتح. برد، برد، برد. تريبا، تريبا، تريبا. صدقا، صدقا، صدقا. هيا نكتب أصوات حرف الهاء. ها، هو، هي. المفردات الجديدة لهذا الأسبوع. New vocabulary for this week. هذا، هذا، هذا. This is. هرة، هرة، هرة. cat. هد، 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 هد. هوبو. هد 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 هد. حرف الهاء أول الكلمة. Letter H at the beginning of the word. فاكهة، فاكهة، فاكهة. Letter H at the middle of the word. وجه، وجه، وجه. Letter H at the end of the word. طعام، طعام، طعام. food. دجاج، دجاج، دجاج. chicken. pizza, pizza, pizza. Pizza. Now it's time for your homework. Check your CISO website and complete your homework. أراكم لاحقا على خير صف أول. مع السلامة.